نتوقع هذه السنة 2024 إن شاء الله يكون ذروة لاستهلاك الطاقة حوالي 20,000 ميجاوات. هذا هو التوقع لهذه السنة من 19,800 إلى 20,000 ميجاوات. فصون الغاز جهزت كل وسائل إنتاج لمواجهة هذا الطلب. 20,000 ميجاوات ماهيش شيء هين، يعني باش تكونوا في الصورة، 20,000 ميجاوات حضرت له صون الغاز 25,000 ميجاوات و500 ألف، يعني 25,000 ميجاوات و500، يعني احنا الحمد لله عندنا طاقة لمواجهة هذا الطلب تاع 20,000 ميجاوات، لكن هذا غير كافي، لازم يكون عندنا كذلك الشبكة اللي تغطي هذا، تحمل الطاقة وتوصلها إلى مختلف مناطق في بلادنا، وهذا ما جرت عليه صون الغاز، الأعمال اللي قامت به صون الغاز في تهيئة الشبكة الوطنية بالنسبة للتوتر العالي والتوتر المتوسط والتوتر المنخفض وعدة محطات تحويل الكهرباء دخلت كذلك في العمل هذه السنة لتدعم الشبكة الكهربائية. يعني احنا جاهزين إن شاء الله لتغطية الطلب بجودة عالية واستمرارية في التغطية الكهربائية.